الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود وأنه تعالى واحد لا شريك له ولا مثل له ولا شبه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه، وخلق خلق أعماله وقدر أرزاقهم وأجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وقدره ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته. طبعا هذا كله الذي قرأته قرأ درسنا ما بعده تم. أنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى. الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأنه تعالى بعثنا سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع خلقه لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم، وأيده بالمعجزات الظاهرة. وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والبرزخ والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ، من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، وأن القرآن وجميع كتب الله منزلة حقا المنزلة منزلة حقا وجميع كتب الله منزلة نعم، والملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم، قال وأنه تعالى حي. شرع الشيخ في ذكر الصفات في ذكر الصفات المعنوية، وهي يعني مفرعة ولازمة عن صفات المعاني. وأنه تعالى حي، عالم، مريد، قادر، متكلم، سميع، بصير، وهذه صفات وجودية. نعم. وهي لازمة عن صفات المعاني، وصفات المعاني الحياة والعلم والإرادة والقدرة، وكذلك الكلام والسمع والبصر. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وأنه تعالى حي. والحياة صفة أزلية، صفة أزلية أي قديمة لا أول لها، قائمة بذاته سبحانه وتعالى، تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك. وصفات الإدراك السمع والبصر وكذلك العلم. نعم. فيقول وأنه تعالى حي، قال الشيخ عندكم الشارح أي ذو حياة، وهو فعال دراك باق أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. عالم أي أنه عالم بجميع المعلومات، محيط علمه بما يجري من تخوم الأرض إلى أعلى السماوات، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، كما قال الشاعر يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم اليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان من الأشياء الدقيقة وما كان من الأشياء الجليلة. والعلم صفة أيضا من صفاته سبحانه وتعالى الأزلية، نعم، القديمة، لها تعلق بالأشياء على وجه الإحاطة بها دون سبق خفاء. يعني ما كان من علم المخلوقات علم يسبقه جهل، علم يلحقه الخفاء ويسبقه كذلك أيضا الخفاء ويطرأ عليه ذلك، لكن علمه سبحانه وتعالى علم يقوم على الإحاطة بالشيء من جميع جهاته، فهو صفة، أي العلم صفة أزلية.
لها تعلق بالشيء، نعم، وتعلقها بالأشياء على جهة الإحاطة بها من جميع الجهات، نعم. وهذا العلم الأزلي القديم لا يسبقه خفاء، لكن أنت يا مخلوق الله سبحانه وتعالى أخرجك من بطن أمك ما كنت تعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وما كان من علم الخلق جميعهم فهو قليل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول له وقل ربي زدني علما، نعم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، نعم، فهذا علم سبق بخفاء، نعم، ويوصف بالاكتساب، لكن علمه سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه مكتسب، نعم، لا يوصف بأنه مكتسب. علمه سبحانه وتعالى أيضا لا يوصف بأنه نظري، توقف على نظر أو توقف على استدلال، ولا يوصف بأنه ضروري، لا يدفع عن النفس بشك أو بشبهة، فهو علم أزلي، علم أزلي قديم، نعم، سبحانه وتعالى عالم مريد. فهنا تأمل هذه الكلمات التي يذكرها الشيخ في صفة معنى العلم أو في كونه سبحانه وتعالى عالم، قال عالم بجميع المعلومات، بجميع المعلومات، محيط علمه بما يجري، وهو علم يكون على جهة الإحاطة، علم يكون على جهة الإيه؟ الإحاطة، لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، نعم، وهو معكم أينما كنتم. مريد، والإرادة أيضا صفة أزلية يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، نعم، صفة أزلية يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، على وفق العلم، نعم. وإرادته سبحانه وتعالى للكائنات أنه مدبر لها سبحانه وتعالى، فلا يجري في الأرض ولا في السماء قليل كما قال عندكم الشارح أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، كفر أو إيمان، إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كما مر معنا في ذكر الأبيات التي أنشدها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم أشأ لم يكن، نعم، خلقت العبادة، نعم، خلقت العبادة لما قد علمت، فمنهم شقي ومنهم، ففي العلم يجري، ففي العلم يجري الفتى والمسن، نعم، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، نعم، على ذا مننت وهذا خذلت وذلك وذاك أعنت وذا لم تعن. فيقول بعد ذلك الشيخ قادر، أي أنه سبحانه وتعالى مريد قادر. والقدرة صفة أيضا أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، فقدرته سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالمستحيلات ونحوها، نعم. قال قادر على إيجاد الأشياء وعلى تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته سبحانه وتعالى، لا يطرأ عليها عجز ولا يمتنع عليها جليل ولا حقير، ولا تأخذه سنة ولا نوم، متكلم، نعم، فهو سبحانه وتعالى متكلم، وكلامه سبحانه وتعالى لا يتوقف على حرف ولا على صوت خلافا لما يقوله المجسم والعياذ بالله، فهو سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي، وصفة الكلام في حقه صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، فهو آمر ناه واعد للمؤمنين بالجنة ونعيمها كما قال عندكم الشيخ، ومتوعد
للكفار بالنار وعذابها بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق. كلام الخلق يتوقف على حنجرة وفم وصوت وحركة الفم ونحو ذلك، فهذه كلها من صفات المخلوق، لكن الخالق سبحانه وتعالى كلامه أزلي قديم لا يشبه كلام الخلق. وما يقوله بعض المجسمة والعياذ بالله بدعة والعياذ بالله، وهذا تجسيم صريح في أنه سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك أنه متكلم بحرف وصوت. منين جابوا هذا الكلام؟ هذا تجسيم صريح، كيف متكلم بحرف وصوت؟ إذا توقف على هذه الصفة صار فيها مشابهة للخلق، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فانتبهوا لهذه الدسيسة التي يروج بها بعض المجسمة في بعض كتبهم والعياذ بالله. نعم، تعالى الله تعالى عن مضاهاة الخلق ومشابهتهم. نعم، فتأمل كلامه رضي الله عنه، يقول بكلام أزلي، متكلم بكلام أزلي قديم ليس ككلام الخلق هو حادث، وما كان من الكلام تعلق بالحادث فهو حادث. نعم، قال سميع بصير. سميع بصير، والسمع والبصر صفتان أزليتان، ومعنى قولهم أزلية أي قديمة لم تسبق بعدم، أزلية قديمة، أزلية قائمة، قائمتان به سبحانه وتعالى. نعم، ينكشف بها جميع الموجودات، ينكشف بها جميع الموجودات انكشافا تاما، فهو سميع بصير لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي كما يقول عندكم الشارح، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق سبحانه وتعالى، ولا يحجب عن سمعه بعد. ثم إن سمعه سبحانه وتعالى لا يتوقف على حركة رياح أو نحو ذلك مما هو يعني يتعلق بسمع المخلوقين، فهو سمعه سبحانه وتعالى وبصره تنكشف بها الأشياء الموجودة، ينكشف بها جميع الموجودات انكشافا تاما، ولكنه ليس في ليس على وفق مشابهة المخلوقات، فهو قديم سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نعم، قال ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدقة. نعم، ولا أجفان، كل هذا إبعاد للتجسيم والتشبيه والعياذ بالله، ويسمع من غير أصمخة أو أصمخة ولا آذان، والصماخ ما كان من خرق الأذن، الأصمخة جمع صماخ، والصماخ هو ما يكون في الأذن من الخرق هذا. نعم، ولا آذان كما يعلم بغير قلب. نعم، سبحانه وتعالى، لكن أنت علمك يتوقف على القلب والفؤاد الذي به يدرك الإنسان حقيقة المعلومات، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في آياته اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. اختلف العلماء أيهما أفضل، العلم أم العقل؟ فالشيخ الرملي يقول أن العلم أفضل، والشيخ ابن حجر قال العقل، والشيخ الناظم هذا نظم على معتمد الشيخ الرملي، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ العقل أفضل ولا العلم؟ فالشيخ ابن حجر يقول العقل أفضل، لأن به يدرك الإنسان
يدرك الإنسان يعرف به يعرف الإنسان ربه. فلو كان مجنون ما لا محل للعلم، لأن العلم يقوم على العقل، لكن هذا علم الخلق يتوقف على العقل ويتوقف على الفؤاد، وهكذا يعني يوصف بالاكتساب أو يوصف بالضرورة، علم نظري أو علم ضروري، هذا علم المخلوقات. لكن علم الخالق سبحانه وتعالى كما قال عندكم يعلم بغير إيه؟ بغير قلب، أي بغير عقل وفؤاد. نعم. فقال عندكم الشيخ ابن حجر، إن يقول الشيخ ابن حجر العقل أفضل، لأنه مناط التكليف، ولأن به يعرف الإنسان ربه. وابن حجر والرملي قال لا، العلم أفضل لأن الله يتصف به. فأنت تقول العليم سبحانه وتعالى، ما تقول العاقل. لا يجوز أن يوصف الحق سبحانه وتعالى بالعاقل أو بالعقل، إنما هذا وصف متعلق بالمخلوقات. فالعلم يتصف به الحق سبحانه وتعالى، وما كان من العلم المتصف به سبحانه وتعالى علم قديم، لكن العلم الذي يتصف به المخلوق علم حادث. فالشيخ الرملي قال لا، العلم أفضل. فجاء أحد المشايخ والعلماء الذين يأخذون رأي الشيخ الرملي معتمدا ويرجحونه على رأي الشيخ ابن حجر في الغالب يعني، وهذه المدرسة المصرية، علماء مصر يرجحون معتمد الشيخ الرملي، علماء اليمن حضرموت والحجاز والأكراد يرجحون معتمد الشيخ ابن حجر، وكل من الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي مصريان يعني، كل منهم مصري، من تلاميذ الشيخ زكريا الأنصاري أزهري كل منهم. فقال ذلك الناظم، قال علم العليم وعقل العاقل اختلف. العلم عند العليم العالم، والعقل عند العاقل. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، فالعقل قال أنا أحرزت غايته أي غاية الشرف، والعلم قال أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له، فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف، عفوا، العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف. يعني أنت تعرف ربك بالعقل، نعم، تستطيع من خلال العقل أن تنظر في المخلوقات والموجودات وتتوصل بها إلى الصانع سبحانه وتعالى. فلو كنت مجنونا لم تستطيع أن تهتدي. والعقل قال أنا الرحمن بعرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في آياته اتصف، اتصف الله بالعلم. فبان للعقل، هنا شف ظهر الشيخ الرملي، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. نعم. قال سميع بصير. نعم. قال كما يعلم بغير قلب ويخلق بغير آلة. نعم. لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى الحوادث، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء من خلقه. لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. نعم. وما كان من الصفات الخبرية التي فيها ذكر بعض الصفات التي فيها مشابهة كالعين واليد والوجه، فإما أن تفوض وإما أن تؤول، ولا تحملها على حقيقتها التي فيها إيه؟ مشابهة للخلق، فهذا تجسيم. فهمتم؟ فتؤول اليد بالقدرة، أو تقول له يد كما قال، وتفسيرها تلاوتها دون أن تخوض في المعنى، دون أن تخوض في المعنى، وتنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق.
إذن هذا هو المذهب السلف ومذهب الخلف التأويل، وكل من المذهبين ما بين أسلم وأحكم. فمذهب السلف، مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أحكم، وكل منهما على خير. ومذهب التجسيم بدعة، الذي يقول له يد حقيقة، له عين حقيقة. ما معنى العين الحقيقة؟ الباصرة بالحدقة هذه. وما معنى اليد الحقيقة؟ هذه الجارحة. لا، فإذا هذا لا يجوز. فهمتم؟ نعم. قال يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، يعني النظرة الخائنة، يعني اللي هي النظرة التي يسابق ويسارق صاحبها الآخرين، يعني ينظر دون أن يدري به الآخرون فيسارق النظر. يعني إذا ما كان قد لاحظه الآخرون ونظروا إليه غض بصره، فإذا ما غفل الآخرون أخذ النظرة على حين إيه سرعة. هذه نظرة خائنة، يعني صاحبها سابق بنظره إلى الغير أو مما لا يحل له. هنا خطأ في العبارة، كمسارقتها النظر إلى غير محرم، إلى غير محرم. شدة خطأ، صححوها، إلى غير، إلى غير محرم، أي مما لا يحل له النظر إليه، وليس إلى، إلى غير محرم. صححوا هذه، الشدة احذفوها، إلى غير محرم. ويعلم، يعلم خائنة الأعين وما، وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. يعني هو يعلم أيضا بما كان قد وقر في صدرك من كلام نفسي أو من خواطر أو من قصود. فأنت يعني يكون في صدرك شيء من حركة النفس في المعقولات أو في المعلومات، أو حتى إيه حركة النفس في خاطرك وحديث النفس، كما قال ذاك الشاعر في مراتب القصد: مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، فهم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. يعني حتى ما كان من القصد الذي لا يطلع عليه غيرك، أو حديث النفس، أو من الهاجس، أو من الخاطر الذي يخطر على قلبك، هذه كلها أشياء هي في صدرك غيرك لا يعلمها ولا يطلع عليه. الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فهو يعلم السر، كما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تخفيه عن من؟ تخفيه عن غيرك، ما كان من الكلام النفسي أو ما كان من القصد أو ما كان من المعلومات أو المعقولات التي تفكر فيها. والفكر حركة النفس في المعقولات، فأنت تفكر فيها مع نفسك، غيرك لا يدري فيما، بما تفكر. الآن أنا لا أعرف ماذا يجري في أذهانكم من معاني ومن خواطر ومن كلام نفسي، كل هذا الكلام النفسي موجود في صدوركم. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهذا الكلام النفسي من يدري، من يعلمه؟ أنت فقط. لكن الله سبحانه وتعالى أيضا يعلم به، لكن ما كان من الخلق من يدري به؟ ما يدري به أحد من المخلوقات، أنت الذي تدري به. لكن الله سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى يعلم أيضا ما كان من الخواطر وما كان يرد في صدرك وما تخفي الصدور. هذا الذي تخفيه الصدور بعضهم يسميه سر. السر ما أخفاه صدرك، تمام؟ يعلم السر وأخفى، والأخفى ما سيخطر على بالك وقلبك. فإذن هذا كما قال يعلم السر وأخفى. فما هو السر؟ ما أسررته في فؤادك ولم يطلع عليه غيرك يقال له سر. والأخفى
والأخفى يعني ما سيرد على قلبك من معلومات أو من خواطر أو من كلام نفسي هو أيضا يعلمه سبحانه وتعالى. أفهمتم؟ أنت تعلم ما ستفكر فيه في المستقبل القريب أو البعيد؟ لا تعلم، الله يعلمه. هذا يسمى إيه؟ سر، أو يسمى الخفى، أو ما هو أخفى من السر. أخفى من السر. طيب ما هو السر إذن؟ السر ما وقر في قلبك ولم يطلع عليه غيرك، هذا السر. أفهمتم؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. ومنهم من يفسر السر بما أسررته بينك وبين غيرك، قلت لزيد كلاما وقلت له انتبه هذا سر. هذا إيه؟ سر، أي ما كما قال عندكم هنا، ويعلم السر أي ما أسره الرجل إلى غيره. إذن هناك واحد يدري بما كان من هذا الكلام الخاص سر، لكن السر ما أفشيته إلى غيرك واستكتمته إياه. أنت مش ما حد يعرف هذا، أنا وأنت فقط، بيني وبينك. مصطلح العوام يقول بيني وبينك. طيب بيني وبينك، بعدين هذا يذهب يقول هذا، انتبه بيني وبينك. بعدين هذا يبلغ واحد ثاني، انتبه شو، لا تكلم أحد، بيني وبينك. فمذهب بيني وبينك هذا مذهب السر المكشوف. هذا مذهب بيني وبينك هذا. فيقول هذا الله سبحانه وتعالى يعلم السر، ولكن المعنى الأول أوفق، أن السر ما استكتمته صدرك وأسررته فيه، يعني ضمنته صدرك ولم يطلع عليه غيرك، هذا سر، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. والأخفى أي ما سيرد على فؤادك من المعاني والمعقولات ومن الكلام والقصود، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ويعلم السر، هنا يقول وهو ما أسره الرجل إلى غيره. قال بعض العلماء في الحث على كتابة العلم يقول كل علم، نعم، ليس في القرطاس ضاع. كل علم ليس في القرطاس ضاع، يعني ما كان من العلم لم تدونه، لم تقيده. ولذلك أقول لكم اكتبوا، اكتبوا ما كان من مسألة، اكتبوا ما كان من فائدة، اكتبوا ما كان من بيت، اكتبوا ما كان من نظم، اكتبوا ما كان من ترجمة، اكتبوا ما كان من تعريف، اكتبوها الآن وبعد ذلك احفظوها. فالعالم النبيل هو الذي يكتب أحسن ما سمع، يكتب أحسن ما سمع، ويحفظ أحسن ما كتب، ويلقي أحسن ما حفظ. شفتوا كيف؟ عنده اختيار، ملكة الاختيار، والاختيار هذا يدل على عقل الرجل، يختار المسموع الطيب فيكتبه، ويحفظ المكتوب الطيب فيحفظه، ويلقي المحفوظ الطيب فيسمعه لغيره. فهو ليس ثرثار، عنده اختيار، أولا يقمش بعد ذلك يفتش. هذا الإمام يحيى بن معين يقول إذا كتبت فقمش، أي إذا كتبت العلم اكتب كل ما تسمع، إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت غيرك، أي حدثت أي غيرك، ففتش، أي حدث بما كنت قد أحسنت اختياره وضبطته. قال الشيخ رحمه الله عندنا من شيوخنا كان يقول إذا كل علم ليس في القرطاس، أي في الكتاب، كل علم ليس في القرطاس ضاع، تحفظه ثم تنساه، تحتاج إلى مذاكرة ومراجعة. لا، نعم تحتاج إلى مراجعة ومذاكرة. ولهذا يقول بعضهم الحفظ خوان، الحفظ خوان، يخونك في وقت أنت تحتاج إلى العلم، فإذا تستذكر نسيت. نعم، فاحرص على جمع العلوم، فإنها ري القلوب من الصدى وشفاؤها.
احرص على جمع العلوم فإنها ري القلوب من الصدى وشفاؤها. نعم. تفنى القرون ولا يشيد بذكره أحد، ولا يشيد بذكره أحد، ويبقى دائما ويبقى دائبا علم ويذكر دائبا علماؤها. فأنت تجد الآن كم واحد كان قد ملك الأمم وصار سلطانا وصار إماما، عفوا أميرا، ثم ذهبت الإمارة وذهب الأمير وذهب الذكر أيضا، لكن بقي العالم الكبير يذكر، النووي وفلان وعدد من العلماء كانوا فقراء وزهاد لكنهم بقوا كانوا علماء. فالعلم هذا يجعل الإنسان في ذكر حسن، والذكر للإنسان عمر والذكر للإنسان عمر ثاني. يقول ماذا الشيخ؟ رجعنا مرة أخرى، قال كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. هذا محل الشاهد، كل سر جاوز الاثنين شاع. تمام يا نبيل، كلام سر تمام سر خلاص ما تخبر أحد، بس كلم هذا صاحبك الطيب، هذا ولا الطيب، قل له بس سر، انتبه سر بعدين خلاص. إذا كل سر جاوز الاثنين شاع، ربما الاثنين أنت وصديقك، ربما الاثنين أنا وأنت، هذا السر إذا أسررته ولم يتحمله صدرك، فصدر غيرك من باب أولى لن يتحمله. كان واحد يذكر لنا طرفة من الطرف، بس بعدين مش هنكمل الكتاب. طيب، قال له شوف أنا معي كلام سر، وش أنت ستخبر بي أحد؟ قال لا، قلوب الأحرار قبور الأسرار، قلوب الأحرار قبور الأسرار. خلاص إذا دخل إلى قلبي هذا قلب حر أبدا، ما فيش أحد سيعلم به، هذا قلب الحر قبر السر. قلوب الأحرار قبور الإيه؟ قبور الأسرار. قال خلاص تمام. أيوة. كت 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 أخبره بكل السر. فهذا ذهب إلى البيت بعد صلاة العشاء لينام، يتقلب على اليمين على اليسار يريد يكلم زوجته. يعني ترجمة اليوم، لابد من ماذا فعلت وماذا ستفعل. بس سر قبور الأحرار قبور الأسرار سر. ما استطاع، يريد أن يتكلم مع الغير، يقول بيني وبينك. فما استطاع، رجع إلى صاحب السر آخر الليل يقرأ على الباب، ما بك؟ قال اسمع، أنا بس رجعت لك السر حقك، أنا مش جاء، ماذا يفعل؟ قال خذ السر، أنا ما أستطيع أن أكتمه، يعني الآن رجعت لك إياه، شوف إذا تكلمت مع الغير أنا ماليش دعوة، رجعت لك السر. كيف رجعت لك السر هذا؟ خلاص أفشاه الآن، إيش كذا؟ لذلك الإنسان إذا ما استطاع أن يكتم سره في قلبه فقلب غيره من باب أولى، يصعب عليه أن يكتم السر. ولهذا الإنسان ينبغي أن يكون فيه هذه الخصلة، هذه خصلة نبيلة، كتم الأسرار، هذه من الخصال العظيمة، يعني كتم الأسرار، حتى لو رأى عيبا في غيره ستره، فلا يعني يتكلم في كل مكان كيت وكيت وكيت، سواء كان ما كان من عورات الآخرين أو ما كان من أسرار الآخرين. كيف يتعلم الإنسان أن يكون إيه؟ كتوما السر المصون. بعض العلماء يعني يسمي بعض الكتب هكذا بأسماء جميلة، الجوهر المكنون والسر المصون كشف الظنون. طيب، قال يعلم السر وأخفى، وهو ما هو الأخفى؟ أخفى منه، وهو ضمير النفس، ما حدثت به النفس أو ما خطر أو ما حدثت به النفس. نعم، والتهنة اجعلها ساكنة. قال خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى،
قال وأنه تعالى. ومن أسرار الأسماء الحسنى أن اسمه سبحانه أن اسمه سبحانه وتعالى القهار، مما يعالج به الإنسان ما كان من وسوسة تطرأ في قلبه. بعض الناس إذا ابتلي بالوسوسة يكثر من هذا الاسم القهار، فإنه مجرب لإذهاب الوسوسة والخواطر السيئة. نعم. قال وأنه تعالى بعث سيدنا محمد عبده ورسوله إلى جميع الخلق، بعثه إلى جميع الخلق. وهنا البعثة إلى جميع الخلق قال بعضهم بعثة تكليف إلى الثقلين الإنس والجن، وبعثة تشريف إلى الملائكة، فهو صلى الله عليه وسلم رسول حتى إليهم، رسول إلى الملائكة ولكن رسالة تشريف لهم، وقال بعضهم له صلى الله عليه وسلم، ورسالة تكليف إلى الإنس والجن. فالجن مكلفون أيضا، كما أن الإنس مكلفون كذلك الجن مكلفون، وتكليفهم يختلف من حيث الإيه؟ من حيث الفعل عن تكليف الإنس، ولكن نفس الشريعة التي كلف بها الإنس هم مكلفون بها أيضا، الصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشهادتين والأوامر والنواهي أيضا كذلك هم مكلفون، أي الإنس الجن. بعث سيدنا محمدا عبده وهنا وصفه بالعبودية، وهي أفضل صفاته صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصفه بالعبودية. لهذا مما ينسب من أبيات للإمام القاضي عياض في مدح هذه الصفة يقول فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أوصافي، ويقول قبله بيت ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم، الإمام القاضي عياض، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فصفة العبودية من أشرف الصفات للحبيب صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إذن هو رسول صلى الله عليه وسلم إلى الخلق من الحق سبحانه وتعالى. وصفة الرسالة في الرسول أفضل من صفة النبوة، أفضل من صفة النبوة، فكل رسول نبي، ولكن أيهما أفضل، النبوة ولا الرسالة؟ الرسالة، لأن لها تعلقان، تعلق بالخلق وتعلق بالحق، تعلق بالحق وتعلق بالخلق. لكن النبوة لها تعلق واحد، التعلق بالحق، ففي النبوة انصراف من الخلق إلى الحق. فهمتم يا أحباب؟ واضحة؟ ها؟ نعم. قال عبده ورسوله إلى جميع الخلق، وعرفنا ما المراد بالجميع هنا، يشمل حتى الملائكة، لكن إرساله إلى الملائكة إرسال تكليف أو تشريف؟ تشريف. إلى الخلق، أرسله إلى الخلق ليه؟ قال لهدايتهم، للهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، لهدايتهم. ومعنى الهداية الدلالة على طريق الحق. نعم، قال سيدنا رسول الله قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم، من الإبل الثمينة، فأنت تذهب إلى درس فتأخذ معك صديقك فتدله على طريق العلم، هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة الدلالة على الخير، الدلالة على المعرفة، الدلالة على الرشد. بعض الناس يدلون على الضلال والعياذ بالله، إذا ما ذهب ودل على طريق البدعة أو دل على طريق الضلال والعياذ بالله والغي،
لكن هذه الدلالة إلى الهدى هي دلالة عظيمة جدا، وهي على منهاج الرسالة. وأنت في اليوم والليلة تصلي تقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة مرة أو مرات، ففي الفاتحة واجب اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة على الأقل، إشارة إلى أهمية الهداية وإلى أهمية الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم، فلاحظتم كيف أهمية هذين الأمرين؟ نعم، بعض الطلاب وبعض الدارسين إذا ما ذهب إلى مجلس العلم جاء وحده كأنه يستأثر بالعلم لنفسه فقط. لا، هات صديقك، دله على مجالس العلم، خذ صديقك إلى مجالس الخير، وهكذا يكون لك أجر، ومن يدري لعل الله سبحانه وتعالى يجعل على يديك هذا الخير فيكون صديقك عالم كبير، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيكون لك الأجر حتى ولو كنت عالم أيضا. طيب لو لم تكن عالم، هو الذي صار عالم، فكل من استفاد من علمه يعود إليك لأنك كنت سببا في ذلك. ولهذا الإمام الغزالي رحمه الله كان والده محبا لمجالس العلم ويحضرها، وكان رجل من العوام، كان من العوام، لكنه كان من العوام المحبين لمجالس العلم. فكان إذا حضر بعد أن فرغ من عمله إلى مجلس العلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بأبناء يكونوا علماء، فبقيت هذه النية قائمة في قلبه، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فعلم يعلم سبحانه وتعالى هذه النية العظيمة، فأكرمه بولدين محمد وأحمد. فكان هذا الإمام، والد الإمام الغزالي، إذا حضر مجالس العلم ورأى العلماء يتكلمون في العلوم والمعارف، خاطره يقول يا رب أنا من العوام، ما كنت منهم، ما كنت من العلماء، وهو يتحسر على هذه النعمة، يغبط العلماء فيما هم فيه، فيرجو الله أن يكرمه بولد يكون عالما. وإذا حضر مجالس الوعظ ورأى الوعاظ كيف يحركون القلوب ويحركون الأرواح ويعني يدعون الناس إلى الخير، تحركت فيه النية ويقول يا رب أكرمني بولد يكون واعظا. أكرمه الله بولدين، محمد وأحمد، فكان محمد حجة الإسلام، علامة، إمام الزمان، وما زال علمه يقرأ ويدرس، وما زالت معارفه تدرس بين الناس، نعمة. فكل من تعلم واستفاد من الإمام الغزالي يعود أجر هذه الهداية والدلالة إلى الوالد. فهمتم؟ وهكذا، وبعد ذلك أكرمه الله بولد آخر سماه أحمد، وكان أيضا إماما في الوعظ، واعظ عظيم، فصيح جليل. فكل من استفاد من وعظ الإمام أحمد الغزالي يعود الأجر إلى من؟ إلى الوالد. طيب وإذا ما واحد من إخوانكم جاء إلى مجالس العلم ففتح الله عليه نحوا وصرفا وفقها وحديثا وتفسيرا وإلى آخره وكلاما، يعود إليك فضل الدلالة وفضل الهداية وفضل الإرشاد. فلا تكون بخيل، تعبد الله سبحانه وتعالى به حتى بقصدك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام، أي بأن تتصدق بها في سبيل الله. نعم، فقال هنا: فانتبهوا يا أحباب، إذا ما أردت أن تذهب لشيء من مجالس العلم لا تذهب منفردا، خذ معك من يعني تدله على ذلك الخير، مجالس الخير. نعم، رأيت كتابا نافعا مفيدا دليت الآخرين عليه، لا تكتم العلم، استفدت مسألة أفدت الآخرين، أردت أن تذكر الله أخذت أخاك قم أذكر الله معنا، وهكذا يعني. نعم، وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم، حتى ما كان من صلاح دنيانا وصلاح آخرتنا
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا لصلاح معاشنا وصلاح معادنا. فديننا جاءنا ليس فقط لأجل الهداية الأخروية بل حتى لأجل السعادة الدنيوية. فخطأ ما يقوله العلمانيون أن هذا الدين فقط ليس لشؤوننا في الحياة، هذا الدين في المسجد بس. يقولون علمانيين، هم علمانيون ليسوا علمانيون، هم جهلانيون، ولا يريدون ينشرون الباطل في الشارع. دنيانا سعادتنا في دنيانا حتى لا ينتشر الظلم فعلينا بالدين. فالدين ليس مناقض للعلم، فهم يقولوا لا الدين شيء آخر في المسجد فقط، العلم هو الحكم، وبالتالي كأن العلم شيء غير الدين. لا، ليس كذلك، بل الدين هو أس العلم. نعم، وماذا عندك من علم؟ ما كان استفدته من عقلك، ده الدين جاء بالوحي. والعلم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه علم الحق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، وعلمك ما لم تكن تعلم. فهل هناك شيء أعظم من هذا التعليم الرباني؟ نعم. فهؤلاء العلمانيون يكذبون إذ يقولون إن هذا العلم شيء غير الدين والدين غير العلم. لا أبدا، هما معا شيء واحد. نعم، لكن ليس العلم الذي يكتشفون اليوم خطأ يسمونه علم. نعم. قال الشيخ: لتكميل معاشهم ومعادهم، يعني حتى كما قلت لكم أن هذا الدين جاء لتنظيم حياتنا الدنيوية وحياتنا الأخروية، لسعادتنا في الدنيا ولسعادتنا في الآخرة. فمن أراد الدنيا قال الإمام الشافعي أو سيدنا علي فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. فإذن ما المراد بالعلم هنا؟ علم الوحي. علم الوحي يجعلك على علم بما كان من شؤون الدنيا وما يصلحها، ويجعلك على علم بما كان من شؤون الآخرة وما يكسبك السعادة فيها. نعم. قال: وأيده بالمعجزات الظاهرات. عندنا معجزة، وعندنا كرامة، وعندنا إعانة، وعندنا إهانة، وعندنا إيه؟ وعندنا استدراج. فالمعجزة ما كان من الأمر الخارق الذي يظهر على يدي النبي بعد بعثته عند دعوى الرسالة، هذه معجزة. الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يدي نبي أو رسول، والمراد بيده أن يظهر في كسبه وفي تصرفاته، مفهوم؟ نعم. فهذا نسميه إيه؟ معجزة. وما كان قد ظهر من الأمر الخارق قبل دعوى النبوة والرسالة على يد نبي أو رسول يسمى إرهاص. يسمى إيه؟ إرهاص. إذن الإرهاص متعلق بالنبي والرسول، وأيضا والمعجزة متعلقة بالنبي أو الرسول، لكن في ظهورهما مرحلتين، يعني مرحلة إذا كان قبل دعوى النبوة والرسالة فهذا إرهاص، بعد دعوى النبوة والرسالة معجزة. فإذا كان الأمر الخارق ظهر على يدي رجل صالح متبع للكتاب والسنة مستقيم فهي كرامة، وإذا كانت هذه وإذا كان هذا الأمر الخارق ظهر على يدي عوام الناس من المسلمين فهي إعانة. فهذه ثلاثة محمودة، أو الأربعة هذه محمودة: المعجزة والإرهاص والكرامة والإعانة أو المعونة. تمام؟
هذه محمودات، وما كان من الاستدراج مذموم. والاستدراج إذا كان كما قال عندكم هنا ما كان من الأمر الخارق يظهر على يد الفاسق، نعم، فإن كان على طبق مراده فهو استدراج، وإن كان على خلاف مراده فهو إهانة. فهمتم الفرق بينها؟ كيف نفرق ما بين الاستدراج والإهانة؟ الإهانة على غير وفق مراده. مسيلم الكذاب جاءوا له بطفل يتساقط الشعر رأسه، أو عفوا أتوا له بيتيم، قالوا له امسح على رأسه، فمسح على رأس اليتيم فصار أقرع من غير شعر، من غير إيه؟ من غير شعر، مسح على رأسه فصار أقرع. نعم، وما الفرق بين الأقرع والأصلع؟ الأقرع ينحسر الشعر عن جميع رأسه، والأصلع ينحسر الشعر عن بعض رأسه وهو أعلاه. ربما يكون في بعض الناس هكذا، ينحسر الشعر من أعلى رأسه فهذا أصلع، والصلع انحسار الشعر عن أعلى الرأس، والأقرع كله كده بيضة، مثل البيضة كده خلاص كده، عامل زي البطيخة. هذا إيه؟ أقرع، مسكين اليتيم ده. فهذا أمر خارق للعادة، لا، لكنه على غير وفق مراده على سبيل الإهانة. وقالوا له معنا بئر الماء فيه نقص، نقص الماء، فذهب إلى البئر مسيلم الكذاب هذا فبصق فيه، فغاض الماء كله خلاص، ما فيه ماء، كان قليل الآن ما فيش خلاص. نعم، وبعدين جابوا له واحد قالوا له هذا أعور يبصر بعين دون أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه قتادة بعينه يحملها على يده، فرجعها النبي صلى الله عليه وسلم بكفه فعادت أبصر من الأولى صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الأعور الذي يبصر بعين دون أخرى وقال له عيني الأخرى عوراء، ادعو لي حتى يعني أبصر بها، فمسح عليها فعميت وأما الاستدراج على يد الفاسق على وفق مراده كما يفعله الساحر مثلا. أفهمتم؟ نعم، كالذي يفعله السحرة والعياذ بالله. نعم، فقال وأيده بالمعجزات الظاهرة، وهي الأمور الخارقة للعادة، الأمور الخارقة للعادة كما قال على يد نبي أو رسول بعد بعثته في وقت دعوى النبوة والرسالة، كأحياء ميت وإعدام جبل وانفجار الماء من بين الأصابع، والماء الذي من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هو أفضل المياه، أفضل حتى من ماء زمزم، قال الإمام السبكي وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر، فماء مصر ثم باقي الأنهر، نيل مصر النيل ليس الموجود الآن، هذا هو النيل صحيح، لكن لا تشرب منه تقول هذا أفضل، هو صح هذا أفضل الأنهار، من أفضل الأنهار، لكن لا تذهب تشرب بعدين تصاب بداء في بطنك، إنما باعتبار سابق الزمان كان الماء طيب ونقي، والآن يعني الذي تراه في هناك تحت الكوبري شوية كده لونه أخضر وفيه شيء مما لا يليق، لكن لو ذهبت إلى الصعيد ستجده نقي طيب نظيف، لكن هنا يحتاج إلى تنظيف. الذي في البيت من النيل هذا تتوضأ به وربما تطبخ به وربما تشرب منه، هذا من النيل، لكن بعد تنظيفه وتكريره، لا تذهب مباشرة كما فعل بعض الإخوة، قال نعم ركبنا البحر النيل وبعد ذلك يعني أخذ الكوباية وأخذ يغرف من النيل مباشرة أو سند عالي.
فأخذ يشرب، قال الذي يشرب من النيل يرجع له، فأراد هو كان سيسافر فشرب هكذا يعني، شرب غرفتين أو هكذا، طرف غرفة وشربه، ثم بعد شرب مرة ثانية قال بسم الله فشرب، يعني ما أن خرج من السفينة إلى البيت حتى صار يعني بطنه تؤلمه، فاستطلقت بطنه وتقيأ من فيه وأصيب بالحمى. بعدين أخذنا نضحك يعني، فنقول له الذي يشرب من النيل يرجع له، هذا هو النيل، هذا ليست يعني طريقة صحيحة يعني، هذا ليس نظيف، كن عاقل لا تكن طالب علم مغفل. نعم. قال الشيخ بعد ذلك نعم، وأيده بالمعجزات الظاهرات، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق. الصفات التي تجب في حق الأنبياء أربع صفات يجب أن نعتقدها فيهم: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فطنة، مفهوم؟ هذه أربع صفات. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه، نعيدها مرة أخرى: الصدق والتبليغ والأمانة والفطانة. نعم. وأنه عليه الصلاة والسلام صادق، صدوق عليه الصلاة والسلام في جميع ما أخبر به عن الله تعالى. نعم. من الوحي، سواء كان فيما يتعلق بالقرآن أو فيما يتعلق بالسنة، فهو صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به، حتى فيما كان من الغيبيات، وهذا ما يريده الشيخ هنا، أنه أيضا صادق فيما يخبر به عما كان من الغيبيات والسمعيات من شؤون من أمور الآخرة. فإذا نعتقد صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به، تسمى إيه؟ الأمور العقائدية الغيبية أو السمعية التي عرفناها عن طريق السمع، عن طريق الإيه؟ النقل والإخبار. نعم. أخبر به عن الله تعالى. من الصراط، والصراط كما يعني ذكر عندكم الشيخ هنا يعني أنه ضحض مزلة، حده كحد السيف، عليه حسك كحسك القتاد، وعلى حافتيه ملائكة معهم كلاليب من نار، وبعضهم يعرفه بأنه جسر ممدود على ظهر جهنم، نعم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، تجوزه العباد على قدر أعمالهم، فمنهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم من يجوزه كالريح المرسلة. نعم. ويعبر على هذا الصراط المؤمن وغيره. نعم. فقال من الصراط، هنا عندكم قال نصر بن محمد السمرقندي في تنبيه الغافلين، أنا كتبت هنا فائدة، وكتابه تنبيه الغافلين مفيد، لولا ما فيه من أحاديث موضوعة لم يبينها، فإذا لا تحتفل بهذا الكتاب كثيرا يعني، فهو كتاب يحتاج يعني من يقرأ فيه إلى أن يتنبه إلى ما كان يريده الشيخ من الأحاديث، فهو ليس بمحدث، هو فقيه حنفي ورجل من أهل التصوف ومفسر، لكن كتابه تنبيه الغافلين فيه بعض ما يحتاج الإنسان فيه إلى التوقف، وكذلك أيضا كتاب نزهة المجالس، وقد ذكرت بيانا عنه، وهو من الكتب التي حذر منها الشيوخ لأن فيه أحاديث موضوعة كثيرة، فانتبهوا، بعض الناس يعني ربما يفرح بهذا الكتاب لما فيه من الأحاديث الغريبة، فيه يعني ثواب عظيم ووعظ كبير أو وعيد كثير، لا، هذا كتاب حذر منه الأشياخ، كتاب نزهة المجالس، وصاحبه مؤلفه مؤرخ وربما فقيه، ولكنه ما كان محدث، بل يورد ما كان من الأحاديث الموضوعة في كتابه كثيرا، وهذا كتاب لا يجوز قراءته على العوام، نعم، إنما يقرأه أهل الخصوصية من العلماء ليبينوا ما فيه، فتنتبهوا. قال الشيخ وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان. نعم. وهذا الميزان توزن فيه الصحف والأعمال،
نعم قال وهذا في صفة الميزان وتطرح فيه صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور فيثقل بها الميزان على قدر درجتها عند الله تعالى بفضل الله تعالى طب وتطرح صحائف السيئات في كفة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله تعالى أفاد ذلك الغزالي في رسالته فالميزان ماذا توزن فيه؟ قال بعض العلماء وهذا مذهب جمهور المفسرين أنه توزن فيه صحائف الأعمال وهنا يقول وتطرح فيه صحائف الحسنات وبعض العلماء يقول إنما توزن فيه الأعمال بأعيانها الأعمال بإيه؟ بأعمالها نعم الأعمال بأعيانه نعم قال الشيخ والميزان كذلك أيضا مما اشتمل عليه اليوم الآخر والحوض حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ منه لا يظمأ بعدها أبدا وغير ذلك من أمور الآخرة كل هذه من الغيبيات ينبغي للإنسان أن يعتقد وجوبا أن يعتقد صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه من الغيبيات بعض الأمور الغيبيات نحن لا نعلم حقيقتها على جهة التفصيل ولكن يجب أن نعتقد أن هناك صراط وميزان وحوض كيفيته هذه بعضها جاءت مصرحة بها في السنة وبعضها جاءت إيه من تفسيرات العلماء ما يجب علينا اعتقاده حقيقة هو ما كان من مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ما كان من حقيقته على جهة الحقيقة إنما هذا ما كان وصل لنا هو نوع من الشعور لا على جهة الحقيقة نعم وغير ذلك من أمور الآخرة كالحساب والشفاعات وهو صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات الإمام القاضي عياض والإمام النووي وغيره من العلماء قالوا خمس ومنهم من ذكر أكثر من ذلك الشفاعة العظمى وأيضا الشفاعة في إدخال قوم إلى الجنة بغير حساب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم قد استوجبوا النار فلم يدخلوها بشفاعته صلى الله عليه وسلم وأيضا الشفاعة في أناس قد دخلوا النار فأخرجهم منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم وأيضا الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة خمس شفاعات وقد ذكرته عندكم في التعليق في أسفل الصفحة قال والبرزخ من سؤال أيضا مما كان في البرزخ وهو ما كان من الإيه المرحلة التي تكون ما بين مرحلة الدنيا والآخرة يعني ما يكون من وقت الموت إلى البعث مفهوم هذه مرحلة البرزخ قال والبرزخ من سؤال الملكين منكر ونكير فإنهم يسألان الميت في قبره نعم يسألانه عن دينه وعن ربه وعن نبيه وعن دينه وعن قبلته وعن إخوانه نعم وهذا السؤال قال يقعدان العبد في قبره سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك وما نبيك وهما فتانا القبر وسؤالهما أول الفتنة بعد الموت أفاد ذلك الغزالي هنا مسألة ذكرتها لكم فائدة نفيسة وهي عندما يعبر العالم بماذا بكلمة أفاد أو كذا قال ونحو ذلك من العبارات هذه يعني قد ربما يكون اللفظ والمعنى من ذلك الشخص العالم وقد يكون إيه المعنى منه والتعبير من المؤلف عندكم في صفحة 86 فائدة اعلم أنه إذا قال الناقل الذي ينقل الكلام عن الغير فهمتم؟ قال إذا قال الناقل كذا قال فلان كان أي الناقل بالخيار بين أن يسوق عبارته بعينها ولفظها إذن اللفظ والمعنى لا يتصرف فيه فهو بالخيار إذا عبر بماذا كذا قال صفحة 86 في الهامش في الأسفل إذا قال الناقل كذا قال فلان تقول مثلا كذا قال الغزالي أو كذا قال الرملي أو كذا قال ابن حجر أو كذا قال العالم الفلاني فأنت كناقل مخير في النقل بين أن تنقل اللفظ والمعنى بعينه دون أن تتصرف فيه
أو أن تنقل المعنى بعينه واللفظ بتصرف منك. فهمتم؟ نعم. فإذا ما قال كذا قال احتمال يكون فيه تصرف، فهو ليس بكاذب في هذه الحالة، ليس بإيه؟ بكاذب. فلك أن تعزو إليه أيضا بكذا قال، لأن قال المعنى منه واللفظ في جملته منه مع تصرف يسير، ولك أن تلتزم باللفظ والمعنى كما هو، فلست بكاذب في العزو. أو بمعناها ومضمونها، فهو في هذه الحالة بالخيار بين أن يسوق عبارته بعينها ولفظها أو بمعناها ومضمونها، ولكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظه وإلا كان كاذبا. فهمتم؟ طيب. ومثل قوله قال كذا فلان، أفاده فلان، أو قال ما حاصله، أو ما ملخصه، أو نحو ذلك، كلها بنفس المعنى. فأنت بالخيار بين أن تسوق اللفظ والمعنى بحسب هو دون تصرف، أو تتصرف فيه دون تغيير في المعنى فتعبر بهذه المعاني. فكل هذه المعاني تدل، الألفاظ تدل على أن العبارة إما باللفظ والمعنى أو باللفظ بالمعنى دون اللفظ مع يسير في التصرف. فهمتم؟ لكن إذا عبر وإذا قال وعبارته أو ما نصه أو ولفظه أو نحو ذلك، تعين حينئذ عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم يجز له تغيير شيء منها. فهمتم؟ ونص عبارته وعبارته، ما نصه، ما قوله، ما لفظه. فإذا تلتزم بهذا وإلا كنت إيه؟ كاذبا في العزو. مفهوم؟ أيوة. هذه مسألة اصطلاحية. نعم. قال الشيخ وعذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه، وهذا أيضا يعني من الأمور الغيبية، وهذا العذاب والنعيم يقومان بالإيه؟ يلحقان ويتعلقان بالروح وبالجسد، يتعلقان بالروح والجسد أو بالروح والجسم، والجسم والجسد والبدن بمعنى واحد، مترادفات يعني على الأشهر. فأنت تقول جسم وجسد وبدن كلها بمعنى واحد على خلاف، ولكن الراجح ما ذكرته لكم. قال وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق، والقرآن يطلق على ما كان من اللفظ المنزل المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه، ويطلق على ما كان من الكلام النفسي القديم متعلق بالله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ فما كان من القرآن تعلق بالحادث فهو حادث، وما تعلق بالقديم فهو قديم. فهمتم؟ نعم. وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق، وجميع كتب الله المنزلة قال العلماء أنزل الله سبحانه وتعالى 114 كتابا، منها على سيدنا شيث 50 كتابا، ومنها على سيدنا إدريس 30 كتابا، ومنها على سيدنا إبراهيم 10 كتب، ومنها التوراة على سيدنا موسى، والإنجيل على سيدنا عيسى، والزبور على سيدنا داود، والقرآن الفرقان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أم المعجزات وأفضل المعجزات، لأنها المعجزة الخالدة. القرآن أفضل المعجزات، أفضل معجزات الأنبياء والرسل على وجه العموم. قال شوقي جاء النبيون بالآيات فانصرمت، أحمد شوقي الأمير أمير الشعراء يقول، اكتبوا الأبيات، يقول جاء أن طيب الأبيات التي مرت معنا كتبتموها في الكراس واحفظوها في الرأس، فلابد من الكتابة والحفظ له. نعم. قال أحمد شوقي جاء النبيون بالآيات فانصرمت، انصرمت يعني انقضت. جاء النبيون بالآيات أي المعجزات البينات، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، انقضت يعني. وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته، نعيد
عشان نكمل بس. بعدين يعني تابعوه في مولانا جوجل ده ولا مولانا شامل ده. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. شفت المعجزة الخالدة، كلما طالت الزمان ظهرت آثار المعجزة تتجدد، فهي القرآن معجزة متجددة. نعم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد. مع أن الشيء إذا ما طالت مدته قدم، لكن القرآن كلما طال المدى، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. مع العتق والقدم تزداد زينة. نعم. فالقرآن المعجزة الخالدة المتجددة. نعم. قال الشيخ بعد ذلك، نعم نعم، والملائكة حق، والملائكة أيضا حق، والملائكة أجسام لكنها من نور. الملائكة جمع ملك ولا جمع ملك؟ جمع ملك بفتح اللام. أما الملائكة، أما الملك بكسر اللام، يجمع على ملائكة ولا على ملوك؟ ملوك. فإذا الفرق بين الكسرة والفتحة له أثر، فإذا ما فتحت دلت على الأعلى، وإذا ما كسرت دلت على الأدنى. فيقولون إيه؟ للأعلى، الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى. الأعلى للأعلى، أي الملائكة جمع ملك، والفتحة أعلى من الكسرة له. فالفتحة تدل على الملك جمع ملائكة، وهم الأجسام النورانية، الأجسام النورانية اللطيفة التي تظهر في صورة شريفة مختلفة، وتقوى على أفعال شاقة، وهم العباد المكرمون الذين يواظبون على الطاعة والعبادة، جبلوا على الطاعة، ليسوا مكلفين بل مجبولين على الطاعة، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، وكذلك إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهي الأجسام النورانية المخلوقة من نور. فالأعلى للأعلى ملك يجمع على ملائكة، والأدنى ملك للأدنى ملوك الدنيا. وتجمع على ملوك، الملك يجمع على ملوك له. أيوة. والملك ما كان من التصرف في الأشياء والأعيان، يقال ملك فلان وملكه بفتح بضم الميم وبكسرها. فهمتم؟ هذا الكتاب ملكي أو ملكي، يجوز الوجه. أفهمتم؟ أيوة. خلاص تمام. والملائكة حق، أي أمر ما أخبر عنه من صلى الله عليه وسلم من الملائكة أمر حق أي ثابت، والحق أي ما كان من الثبوت، أي حق ثابت صادق في هذا الإخبار. والجنة حق، والجنة إيه؟ حق أيضا، والجنة أيضا أمر غيبي. نعم. هنا الشيخ عندكم قال الفرق بين الجن والملائكة والشياطين أن كل منهم أجسام، لكن الجن الملائكة أجسام نورانية، والجن أجسام هوائية نارية، تمام، والشياطين أجسام نارية. هنا قال أجسام لطيفة هوائية الجن، والشياطين أجسام نارية، لكن الآدميين أجسام كثيفة طينية خلقها الله تعالى من طين. قال والجنة حق، أو والجنة حق، والجنة إيه؟ حق، والنار حق. نعم. والجنة نعيم أهل الإيمان، والنار عذاب أهل الكفر، وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. نعم.
قال صاحب العقيدة عقيدة العوام: وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. نعم، هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.